قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. صدق الله العظيم. مش هتلاقي حد يحمل همك زي أمك. عشان كده نفتكر مقولة الإمام ابن كثير رحمه الله، إن قلب أم موسى أصبح فارغ من كل شيء إلا موسى عليه السلام. عشان كده اللهم بارك لنا في أعمار والدينا، واغفر لمن رحل منهم عن دنيانا. يا الله يا الله.